السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. طبعا في البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنكمل بقية حاجات العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. عملنا البسكوت وعملنا الكعك وعملنا الغريبة. النهاردة هعمل بسكوت نوع تاني. عملت الأول بسكوت بالشوكولاتة وممكن يبقى سادة لو شلنا منه الكاكاو. النهاردة هعمل بسكوت نوع تاني جميل جدا قوي برضو، اللي هو بسكوت جوز الهند. حلو قوي قوي طعمه وشكله في التقديم وفي الاكل، يعني بيبقى حلو قوي. بسكوت جوز الهند مقاديره اقتصاديه برضو ومقاديره سهله وسريع، بسكوت سريع وحلو جدا. فخليكم معايا وهنشوف طريقه عمل بسكوت جوز الهند. برضو هعمل كوبايتين دقيق. المقادير قدام حضراتكم. هعمل كوبايتين دقيق برضو، وكوبايتين الدقيق طبعا عليهم ذره الملح. انا هجيب الدقيق اهو، دي كوبايتين دقيق عليهم ذرة ملح أو رشة ملح يعني، تمام. وكمان الأول هنحط، هنجيب بولة. طبعا نستخدم مضرب الكهرباء أو مضرب يدوي عادي خالص. هجيب بولة أحط فيها كوبايتين الدقيق عليهم كوباية من السكر البودرة. هي كوباية من السكر البودرة، أفرغها في البولة. طبعا المقادير أخليها في صندوق الوصف طبعا إن شاء الله. يبقى كوبايتين دقيق يعني كوباية سكر بودرة. هنقول المقادير الأول. كوباية سكر بودرة، نص كوباية زبدة في درجة حرارة المطبخ عادي، مش متلجة ولا حاجة، مش ساقعة ولا حاجة. وكمان كوباية من جوز الهند، وحبة جوز هند مش هستخدمهم دلوقتي، هستخدمهم في الآخر يعني في تزيين الوش يعني. وكمان هنستخدم بيضتين. ده بسكوت اقتصادي وجميل جدا، تمام. طبعا وفانيليا، و باكل اتنين فانيليا، وكمان ايه معلقه صغيره بيكنج باودر. يبقى كوبايتين دقيق عليهم رشه ملح، عليه طبعا بستخدم معاهم كوبايه من السكر البودره، نص كوبايه من الزبده بدرجه حراره المطبخ، كوبايه من جوز الهند، بيضتين، وفانيليا، وبيكنج باودر، تمام. حطيت في بوله السكر البودره اهو، انزل عليه الزبده نص كوبايه كفايه. طبعا الدنيا حررت، فايه تلاقي الزبده سايحه، مش مشكله، احنا مش عايزينها ساقعه ولا حاجه زي البسكوت اللي عملناه الاول، بدرجه حراره المطبخ عادي. وهشتغل بقى بالمضرب الكهرباء. هضرب بالمضرب الكهرباء وبعد كده ارجع لكم تاني. يبقى حطيت كوبايه السكر البودر عليها نص كوبايه الزبده بدرجه حراره المطبخ، ضربتهم شويه بالمضرب. وعلى فكره مش لازم اضربه جامد زي البسكوت اللي عملناه قبل كده، برده لازم يبقى كريمي، لا عادي تضربيه كويس وخلاص. بعد كده هنزل على السكر دوت والزبده البيضتين. انا هستخدم اتنين بيضه، هنزل بيضه بيضه يعني بيضايه بيضايه، مش اتنين مع بعض، تمام. واضرب برده يعني، انزل واضرب يعني، مثلا انا حطيت بيضاية اهي طبعا، واحط بالمرة الفانيليا. انا استخدمت باكوين فانيليا عشان اساس يعني كل بيضاية باكو فانيليا يعني. واضرب الاقيها اختفت كده البيضه خلاص، انزل بايه بالبيضايه التانيه. واضربها برضو. اضرب شويه كده وارجع لكم تاني. خلاص كده يعني ضربت الاول كوبايه السكر باودر عليها نص كوبايه الزبده بدرجه حراره المطبخ. بعد كده هو حطيت بيضايه بيضايه، هما بيضتين اتنين بس على المكونات بتاعتي دي، والفانيليا، وضربتهم كويس قوي. اجي بقى اجيب الكوبايتين الدقيق، احط عليها كوبايه جوز الهند طبعا مبشوره،
احط عليها معلقه صغيره من، طبعا دي عليه زبده ملح طبعا، احط معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه ايه صغيره مليانه كده، تمام. اخلطهم كويس مع بعض كده، وانزل بقى ايه حبه حبه من الدقيق على البيض والسمنه والسكر. كده تمام، انزل بقى ايه حبه حبه واخلطهم، وفي الاخر انا هشيله البسكوت ده، هشيله في التلاجة نص ساعة او تلت ساعة، واشوف بعد ما اطلعه من التلاجة لو لقيته بيتشكل معايا عادي خلاص يبقى مش هزود دقيق، لكن لو لقيته طري لسه بعد ما طلعته من التلاجة مش بيتشكل معايا ازود ايه، هنزود مع بعض معلقة معلقة من الدقيق، يعني نحط معلقة ونعجن واشوف اتشكل، خلاص ما اتشكلش احط معلقة دقيق تاني، يعني هزود بالمعلقة، لكن لو طلعته من التلاجة ولقيته تمام بيتشكل يبقى خلاص مش هزود دقيق ولا حاجة. وهنشوف كل حاجة مع بعض، هنشوف ازاي هنشكله وهنخبزه ازاي ان شاء الله. انا بنزل حبة حبة من الدقيق والجوز الهند بيكنج باودر على الزبدة والسكر السكر والزبدة والبيض. هيجي الدور بقى ان انا الم العجينة دي بايديا، تمام، واشوف بقى احطها بعد كده في التلاجة، الم بقى احاول الم كل العجين ده بايدي. حلو قوي بسكوت جوز الهند، جميل جدا، كبار وصغيرين بيحبوه، يعني يبقى طعمه حلو وشكله جميل كمان في التقديم برضه. طبعا البسكوت مش متعجن بس انا بلم، يعني سوا شكله كده كويس الحمد لله، تقريبا يعني حلو اهو بتلم، فانا ايه احطها في التلاجة، لميته كده اهو، وهو لما تيجي تخبزيه ممكن يشقق معاكي عادي جدا، يعني متقوليش ان كده غلط، لا ده هو عامل زي الكوكيز، الكوكيز اللي احنا بنعملوه بيبقى بيشقق احيانا، فده برضو زيه برضو عشان ايه جوز الهند ينشفه شوية. خلاص كده اهوت، اخليها في التلاجة تلت ساعة مش نص ساعة، تلت ساعة، وبعد كده نرجع طبعا ونشوف هنشكله ازاي وهنخبزه ازاي برضو في الفرن، ونحضر صواني يكون فيها ورقة زبدة، وبعد تلت ساعة كده نرجع ان شاء الله. حتى هو البسكوت مش محتاج ان يتحط في التلاجة، هقول لكم حاجة، لو ما انتي عجنتي ومسكتي العجينة كده ولقيتيها بتتشكل معاكي بالشكل ده، يعني بتتشكل مش سايحه منك، خلاص اشتغلي بيها على طول، لكن لو لقيتيها سايحه قوي خليها في التلاجة الاول، ما نتسرعش، خليها في التلاجة الاول تلت نص ساعه، وبعد كده هو اعجنها تاني واشوف، يعني لما تطلع من التلاجة طبعا اكيد بتبقى جامده، فبعجنها شويه بسيحها بايديا، بعد كده ايه بشوف، لو كانت مش محتاجه، لو كانت اتشكلت كده هو خلاص مش هحط دقيق، لو ما اتشكلتش معايا فهنزل معلقه معلقه من الدقيق، لكن دي مقادير ما شاء الله مظبوطه جدا، امشوا على المقادير بتاعتي هتلاقوا الكحك البسكوت الجوز الهند طلع معاكم كويس جدا. انا شكلت واحده اهي اقول لكم ازاي، باخد حته في كذا كذا يعني طريقه، باخد حته من العجينه كده اهوت اهو، بعملها كده في ايدي الاول وببططها، واي حاجه بتاعت المشكل بقى البسكوت اهو، يعني مش لازم تبططيها قوي ما تخليهاش رقيقه جامد، يعني خليها متوسطه يعني ولا تخينه ولا رفيعه، وبتشكلي باي شكل عندك، يعني بشكل كده مثلا اهو،
المنظر ده كده اهو. بس اسويها اطلع الزيادات دي كلها، هي بالمنظر ده حلو قوي. اجيب بقى حبة جوز هند وانزله فيها كده اهوت على الوش بس، من غير ما ادهن حاجة، بقى فيها جوز هند، واحطه طبعا على ورق ايه الزبدة دي. انا عملتها لوحدي اهي، انزلها كده على الجوز الهند، الجوز الهند هيلزق فيها بالمنظر ده، احط بالمنظر ده كده. اعمل تاني، ممكن في شكل تاني، ممكن يعني شكليها بطريقة تانية، تاخدي حتة وتكوريها في ايدك كده زي ما بتكوري مثلا ايه الغريبة، اهي بالمنظر ده كده. هو مثلا اعملها كده، في اكتر من ايه شكل، تعمليها كده اهوت بالمنظر ده كده كورة، بعد كده تروحي ايه ضغطين عليها شوية كده اهو بالمنظر ده. انزله برضو في جوز الهند، لو عندك اشكال تانية من القطاعات برضو اشتغلي بيها، هيبقى شكلها جميل جدا. اعمل معاك واحدة كمان، لازم اخد حبة عجينة، ممكن افرد العجينة كلها ورقة زبدة من تحت، واحط العجينة وعليها ورقة زبدة من فوق، وبالنشابة بقى افردها، وبعد كده ايه اقطع بقى ايه كلها. بس انا ايه عشان كده اسهل لي، اخد حتة عجينة يعني وافردها اهي كده اهوت، بس ما تخليهاش رفيعة قوي ولا تخينة قوي، تمام اهي. واقطعها بالقطعة بتاعت دي، يبقى طبعا طعم جوز الهند جميل جدا فيها، وريحته بتبقى يعني جميله جدا، عارفين طبعا ريحه جوز الهند. وانزل في جوز الهند كده اهوت اهي على ناحيه واحده بس مش الناحيتين، بصوا بقى بالمنظر ده، وارصها طبعا على ورق الزبده. ما كانش في ورق الزبده ممكن تدهني الصينيه نقطه زيت بسيطه. هكمل انا بقيه الكميه بقى ونرجع نشوف هنخبزه ازاي. بصوا العجينه في منتهى الجمال، امشوا على المقادير اللي انا هسيبها في صندوق الوصف، هتلاقي هتعملوها بمنتهى البساطه والسلاسه. ده بسكوت سهل جدا يعني مفيهوش اي حاجه، ومش لازم الشكل ده للقطاعه، اي قطاعه عندك. قلت لكم ممكن تعملوا كده الشكل اللي هو تدور يعني تعمليه زي الغريبة، تكوريه بعد كده تبططيه لو ما عندكيش ايه قطعات من بتاعت البسكوت دي. بس يعني دي اشكال الاولاد بيحبوها وبيفرحوا بيها، بتدي شكل حلو برضو لما تيجي تقدميه. ولا دهنا الوش حاجه ولا اي حاجه، بحطه في جوز الهند كده بيلزق فيه على طول. وعايزة اقول لحضراتكم حاجة برضو، ان التشققات دي اللي يعني وانت بتبططي على عجينة كده هتشقق منك، ده مش عيب عجينة ولا حاجة، هو بسكوت جوز الهند كده هيشقق منك، لان هو زي ما قلت في الاول عامل زي الكوكيز، تمام عادي خالص مفيش اي مشاكل، هو كده لازم كده بسكوت جوز الهند يعمل التشققات دي، لكن هي العجينة حلوة جدا. خلصت الصينية دي، ادخلها الفرن او اخليها تريح شوية قبل ما اعمل صينية تانية. بصوا اشكال جميله جدا. ده بيتخبز، يكون الفرن طبعا مسخناه، بعد كده تخليه على 180 درجه، بيقعد تلت ساعه بس لغايه ما تحت يعني يتحمر، وممكن فوق لو انت عايزه تحمريه تفتحي الشوايه بحاجه بسيطه قوي، وبعد كده يطلع وهنشوفه مع بعض ان شاء الله. طلعت حبه بسكوت جوز هند من الفرن، ولسه في كتير جدا على فكره، الكوبايتين عملوا كتير جدا، ولسه في البوله لسه هشكلها، يعني عملوا كميه كبيره كبيره جدا جدا، الكوبايتين حلوه قوي كفايه كده. بصوا حضراتكم شكله في منتهى الجمال، وانتوا تطلعوه من الفرن كده اول ما تلاقي القعر بتاعه بقى اللون دوت خلاص، ممكن عايزين تفتحوا الشوايه فوق افتح، بس انا بصراحه ما فتحتش، هو كده لونه حلو
لو عايزين انتوا تفتحوا الشوايه، بس تخلي بالكم ممكن تفتحوا الشوايه شويه، لكن انا عايزاه اللون ده، ما فتحتش الشوايه بصراحه، ومن تحت يبقى ايه اللون ده. هو ما باخدش كمان تلت ساعه اصلا، اقل من تلت ساعه، فانتوا لازم تبقوا قدام النار عشان خاطر ايه، يعني قدام البوتاجاز، ما تسيبوش وتنسوا عشان بيسيبوا بسرعه. ولما على فكره لما تلاقوه احمر من تحت ومن فوق طري شويه، طلعوه لان هو زي اي بسكوت بينشف لما بيقعد. بص من جوه بقى عامل ازاي، ثانيه ابصوا، جميل جدا، تحس انه مقرمش من بره كده ومن جوه كده هش وجميل، والريحه بقى جميله جدا وانت شغاله بقى بتسويه، ريحه الجوز الهندي طالعه في منتهى الجمال. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجب حضراتكم، اللي هي بسكوت جوز الهند، جميل جدا، والمقادير دي مظبوطة جدا، يعني امشوا على المقادير هيطلع معاكم احلى بسكوت جوز هند. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، متنسوش تشترك في القناة وتفعيل الجرس وتشيروا للأهل والأحباب، متنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، إلى اللقاء.